مساء سعيد ويوم جديد على كل اللي بيشاهد بيتابعنا على شاشه ال تي سي وبرنامج استاذ في الطب. النهارده هنبدا معاكم فقره وحلقه جديده، بس الفقره مختلفه تماما، موضوع ما اتكلمناش فيه قبل كده، وده اللي احنا متعودين فيه مع برنامج استاذ في الطب. النهارده هنتكلم عن موضوع ممكن ياثر على حياه بني ادم بالكامل، الجلطات الدماغية والسكتات الدماغية. يعني ايه جلطة ويعني ايه سكتة دماغية؟ مش كل انسان بيجيله اعراض معينة بيحس بيها زي الصداع زي اعراض تانية بيلاحظ ان هو عنده جلطة او سكتة دماغية، بيبقى ساعات مرتبطة ان هي توقف الدراع او بيحصل شلل نصفي، حاجات كتير قوي بتحصل. كنا زمان بنسمع الكلام ده او بنقول اللي بيجيله الكلام ده بيكون كبير في السن، ولكن الموضوع دلوقتي اختلف تماما، بنلاقي فيه شباب وبنلاقي فيه كمان ممكن اطفال انا شفتهم شخصيا بيجيلهم امراض او فيروس معين بيعمل كمان جلطات او سكتات دماغية. الحل ايه او نروح لمين عشان اثار الجلطات او السكتة دي ما يفضلش متواجد معانا؟ لان احنا بنبقى عارفين جلطة او سكتة بيبقى على طول مصاحبها شلل نصفي او عامة شلل في اي مكان في الجسم. بنتكلم عن دكتور العلاج الطبيعي. في ناس بتكون يعني لسه حديث التخرج بيروحوا في البيت وبيعملوا علاج طبيعي، وللأسف ما بينفعش مع المريض لأن بيكون محتاج حد متخصص وأستاذ، مش أي حاجة ممكن تنفع معاه. خلينا النهاردة ناخد معلومة مهمة جدا عن العلاج الطبيعي اللي فيما بعد الجلطة أو السكتة الدماغية من ضيفة حلقتنا النهاردة اللي مشرفانا طبعا، احنا فخورين اللي هي موجودة معنا. نرحب بأستاذ دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وجراحات بالقصر العيني جامعه القاهره. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. احنا سعداء جدا بوجودك معانا، وبجد حاجه مشرفه ان احنا عندنا اساتذه بجد في حاجات مهمه جدا احنا ممكن بسببها نقعد طول عمرنا بعد شر لا قدر الله اي حد في شلل نصفي او في اي شلل ممكن يصاب بعد السكته الدماغيه. خلينا الاول نتعرف من حضرتك عشان اللي عارف المعلومه غلط عن يعني ايه جلطه او سكته دماغيه. الجلطه او السكته الدماغيه دي معناها ان في جزء في المخ بينقص تدفق الدم ليه. اوكي. بنسميها اسكيميا، جزء من المخ بيحصل فيه جلطه. الجلطة دي ممكن تكون سببها جلطة نتيجة حد عنده تصلب شرايين وأهمله. أوكي. فتوصل للمخ. حد عنده ارتفاع كوليسترول ودهون فتعمل جلطة وتوصل للمخ. أو جلطة نزيفية نتيجة. أوكي. حدوث نزيف في المخ، وده بسبب الناس اللي بيبقى عندهم مرضى الضغط العالي. عشان كده دايما دول بيبقوا معرضين أكتر للجلطة طبعا، وبعدين الجلطة النزيفية كمان أصعب من الجلطة التانية. جلطة نزيفية انه بيحصل نزيف وبعد كده بيعمل حاجة اسمها هيماتوما، يعني تجمع دموي. اوكي. دي بتبقى كمان بتاخد وقت اكتر، وبتبقى وممكن لان النزيف حاجة بتفرش فممكن تاخد اجزاء اكتر يعني من المخ. أوكي. وتأثر اثار اكتر بعد كده. طيب احنا بنبقى عارفين دايما ان الانسان اللي بيجيله صداع ابسط حاجة بيدور على اسبرين، بيدور على اي حاجة مسكنة وخلاص، وما بيبقاش عارف وممكن يكون يعني هو في حاله خطر والمفروض يكون في عنايه مركزه اصلا مش في بيته، وبياخد اي حاجه مسكنه وبيقعد بيبتدي الاعراض تبان عليه لان هي دي بتبقى جلطه. يعرف ازاي فرق يا دكتور ما بين ان ده صداع عادي وان ده صداع ممكن يعرضه لجلطه؟ هقول لك على حاجه. الصداع العادي هيبقى صداع في منطقه الهيد، الدماغ نفسها. أوكي. سواء هيبقى نازل على عينه، سواء هيبقى في دماغه من فوق، سواء صداع نصفي مجرين. لكن الجلطه بيبقى العيان بيحس، بيبدأ يحس بتنميل أو تقل في دراعه، تقل في رجله. أول ما حس بالأعراض دي تقل في العصب السابع، غالبا من الحاجات المشهورة أي تتأثر. أوكي. بالجلطات يبدأ يحس أنه لسانه بدأ يتقل. يعني الصداع بيكون مصاحبه تنميل، أعراض تنميل أو تقل أو تقل في الإيد في الرجل أي حاجة في جسمه. بالإضافة الأهم من كده طبعا يعني إيه، أن أنا أبقى متابعة الدم بتاعي، الكوليسترول بتاعي، الدهون، متابعة الضغط بتاعي عشان ما أوصلش للطريق ده. طيب حضرتك قلتي ان ممكن الجلطه تطلع، ممكن يكون حد عنده جلطه في القلب وتطلع على المخ؟ جلطه في القلب وتتحرك على المخ. بصي هي اي جلطه وارد تتحرك، بس هي جلطه في القلب عشان تتحرك ما هي تكون اثرت على القلب، على القلب خلاص، فبيتجه اكتر ايه ساعتها الاعراض الثانيه. يعني في جلطات، في جلطات في القلب ممكن تحصل جلطه في الرجل، وممكن تحصل جلطه في المخ، ممكن تكون جلطه في رجليه وهو حرك رجليه وهو مش عارف ان هو عنده جلطه، وتتحرك توصل للقلب او للمخ، تسد شريان هناك وتعمل المشاكل، وتعمل المشاكل اللي بنتكلم عنها. زي ما انا بقول اول ما قلت كده في البدايه ان كنا بنسمع ان
كبير السن، يعني يا حرام ده عنده كذا سنه بس جات له جلطه عشان سنه كبر بقى، ضغطه عالي بقى له كتير مريض ضغطه بيتعالج. لكن دلوقتي يعني انا بتفاجئ، انا شخصيا شفت ناس اطفال جالها فيروس، وفيروس في المخ مع جلطه، حاجات غريبه بنشوفها. ايه اللي خلانا وصلنا للمراحل دي؟ بصي، الجلطات بتاعت المخ كترت جدا وبقت من الامراض اللي هي الاكثر انتشارا في العالم. اوكي. المشكلة عندنا انه الناس بتجهل الطريق في علاج الجلطة. وانا دايما في اي برنامج اطلعه بحب احط يعني ايه الضوء، يعني او احط النور، انور للناس يعني ايه الدنيا. في اي برنامج بطلعه بختار المواضيع اللي بشوف فيها اهمال في العلاج. يعني انا بيجيلي ناس كتير في العيادة عندهم جلطات وما برضاش اخدهم، ما بقبلهمش. لان بيبقوا اتاخروا عن الوقت. بالزبط. يعني بيبقى فيه وقت. بالظبط. انا بصي، اصل لو العيان هيجيلي مش هيجيب نتيجة، انا مش هشتغل معاه، لانه في الاخر انا عايزه اوصل لنتيجه مع العيان. كل ما العيان بيجي بدري كل ما العيان بيبقى النتيجه احسن. ليه؟ لان احنا في جلطات المخ محكومين بده. أوكي. مش بمزاجنا، غصب عنا. لان في هي معلومه طبيه، لازم في وقت معين نبتدي علاج عشان يليق على طول ان الانسان ده يخف. بالظبط. ليه؟ لان في نظريه في المخ اسمها نيورال بلاستيستي. اوكي. حتى معظم الناس لما بنيجي نتكلم على جلطات بننسى الحته دي، وهي دي الاساس اللي مبني عليه علاج لو حد جاله شلل نصفي بعد الجلطه. اوكي. لانه مش يعني احنا معظم الحالات اللي بتبقى بيجي لها جلطه في المخ، اولا احنا عندنا المخ بيتقسم لتو هيميسفيرز، نصين. النص بيحصل فيه النص اللي بيحصل فيه جلطه بيحصل شلل في الناحيه المقابله. أوكي. تمام. عندنا جزء من المخ في حاجة اسمها الدوميننت هيميسفير. الدوميننت هيميسفير ده المسؤول عن الكلام، عن الكتابة. زي ده موجود في الناحية الشمال. فالعيان اللي بيبقى يجيله جلطة ناحية الشمال يعني معناها كمان كلامه، يعني هو بيأثر في الجسم على حسب مكان الجلطة. يعني في ناس ممكن تصاب في العين مثلا، في ناس ممكن تصاب في الكلام، في ناس ممكن شلل نصفي، في ناس مجموعة في ناس مع بعضها. في ناس ممكن غالبا بيبقى المجموعة، يعني لو المكان في جذع المخ، لو ودي من الجلطات على فكرة مشهورة قوي بتاعت جذع المخ. بيبقى انت عندك بيحصل شلل نصفي وبيحصل تأثير لجزء الكرينيال نيرف، العصب الثالث او الخامس او السابع او 10 و11 و12 اللي هم العصب مسؤول عن العين، الثالث مسؤول عن حركة العين. أوكي. والعصب السابع مسؤول عن حركات والبالبر نيرف 10 و11 و12 مسؤولين عن البلع. كل الحاجات دي لازم تتعالج. اوكي. طيب حضرتك قلتي من شويه ان انا مش اي حاله بقبل بيها، خصوصا لو حاله متاخره في العلاج الطبيعي. دي معلومه مهمه جدا وانا بشكرك على امانتك الطبيه. ولكن احنا عايزين دلوقتي نوجه لاي حد دلوقتي عنده او يعني بوادر، او لازم يعرف معلومه عشان الجيران عشان اصحاب، كلنا بنفيد بعض طبعا. البوادر الجلطة بتحصل على طول، المريض بينتقل للعناية المركزة أو للمستشفى. تمام. بعدها بقد إيه الصح بقى نبدأ علاج طبيعي؟ بصي بقى، هو ده اللي احنا عايزين نحط ستريس عليه. أولا احنا عندنا نظرية اسمها نيورال بلاستيستي. يعني أنا عايزة فعلا الناس تركز معايا وتفهمها. نيورال بلاستيستي دي معناها بتقول إيه؟ احنا لما بيحصل جلطة معناها إنه بيحصل تلف في الخلايا دي. أوكي. فبتفقد الخلايا دي وظيفتها. واحنا عارفين إن المخ ده المايسترو. هو المسؤول عن كل حركه في الجسم. اوكي. طيب لما هيحصل تلف في الخلايا معنى كده ان المخ فقد الوظيفه بتاعته اللي بيقوم بيها. تمام. عيان الهيميبليجيا او الشلل النصفي بيجي بباترن معين، بيبقى عنده شلل في ايده او في رجله. الشلل ده بيبقى معناه ايه؟ معناه انه عنده مشكلتين، تصلب في ناحيه وضعف في ناحيه العضلات المقابله. أوكي. تصلب في مجموعه من العضلات وضعف في المجموعه المقابله. فانت متخيله الموضوع معقد قد ايه؟ انت عندك عضلاتك، عندك مجموعتين من العضلات، حاجه اسمها اجونست وانتاجونست. اوكي. الاثنين بيشتغلوا عكس بعض. ناحيه متصلبه وناحيه ضعيفه. فلازم عشان نشتغل على الكلام ده بنبتدي بقى ايه؟ نبتدي بدري. هقول لك بقى، النيوروبلاستيستي دي معناها ان المخ بيقدر يجدد الخلايا بتاعته عن طرق معينه هقولها دلوقتي. ده اعلى نتيجه العلماء وصلوا لها من 6 شهور لسنه بعد الجلطه. حلو قوي.
من 6 شهور. هي معلومه حلوه كمان للناس اللي هي بتفقد الامل او ما بتشوف عندها شر، ناس بيفتكروا دي نهايه الدنيا، دي نهايه العالم. ولكن انا برضو بنشوفها ان بيرجع يمشي عادي، بيرجع يكون طبيعي عادي، بس الموضوع محتاج فعلا وقت كذا شهر بالظبط. من 6 شهور البدايه هي الصح. البدايه الصح. من 6 شهور لسنه المخ بيبقى مقدرته على البلاستيستي، يعني على الالتئام. أوكي. اعلى. ازاي بيحصل بقى النيورال بلاستيستي دي في المخ؟ عن طريق 3 مراحل. يا اما المخ عندنا فيه وظائف سايلنت، خلايا واخده ملهاش وظيفه، وظائف سايلنت. الوظائف السايلنت دي بتبدا الخلايا دي تاخد وظيفه الخلايا اللي حصل فيها تلف، او بيحصل حاجه اسمها اكسونال سبراوتنج، انه الاعصاب تعمل سبراوتنج. يعني ايه سبراوتنج؟ يعني تبدا تتفرع تفريعات جديده. فكانها ايه، او حاجه اسمها سيلف ري اورجانيزيشن، يعني المخ يبدا يعيد تنظيم الخلايا اللي حصل فيها دامج تاني. فالمخ معايا دلوقتي بدا يحصل فيه استجابه عن طريق 3 مراحل. ال3 مراحل دي زي ما قلنا، يا اما الخلايا العصبيه بتتفرع من اول وجديد، يا اما الخلايا بتعمل سيلف ري اورجانيزيشن، يا اما بيحصل انه في خلايا ملهاش وظيفه بتبدا تاخد وظيفه الخلايا المصابه. اوكي. فالفتره دي اقوى حاجه المخ بيبقى قادر يعمل فيها نيورال بلاستيستي من 6 شهور لسنه. يعني بس يرجع يحاول نحاول نرجعه تاني للوظايف بتاعته. بالظبط كده، هفتح الباب شويه. قالوا وفي بعض الابحاث قالت وفي ناس بتوصل لسنة، وفي ناس بتوصل لسنة. أوكي. سنة زيادة. يعني يبقى الماكسيمم بتاعنا بعد الجلطة 2 سنين. وبس الصح بقى ان احنا من اول شهر نبدا. كل ما انت بتلحقي في الاول، كل ما النيورال بلاستيستي مقدرة المخ ان هو يبدا اعلى. تمام. يبقى كل ما انا بقدر ببتدي بدري. بدري بعد ما المريض يخرج على طول من المستشفى مع الرعايه، على طول ابدا العلاج الطبيعي. قول لنا بقى ايه الميزه في العلاج الطبيعي العادي اللي هو المعروف عنه؟ حرك ايدك كده، مش عارفه ايه، شد ايدك، طب شد الكوبايه، طب امسك الكوبايه اشرب، شفنا الكلام ده كله. وايه المفروض ان هو يكون الصح، العلاج الطبيعي الصح، او للحالات اللي مش سهله، يعني اللي محتاجه فعلا عنايه وعلاج طبيعي بمعنى الكلمه؟ طيب هقول لك على حاجه. اول حاجه انا عايزه اقول لك حاجه، جلطه المخ دي بتعمل ايه؟ احنا في جزء فقد الوظيفه. أوكي. فالعيان عنده ايد ورجل وعنده اعصاب في وشه فيها مشاكل. اوكي. تمام. الصح ايه؟ احنا عندنا مشكله كبيره قوي من الاخطاء الشائعه في علاج جلطات المخ، واللي حضرتك بتعاني منها، واللي انا بعاني منها. اوكي يا جماعه بليز ارحموني مش كده. لا انا بيصعب عليا المريض، فاهميني؟ اول حاجه العيان مش قادر يتحرك. اول تركه غلط، طب شوف لنا دكتور علاج طبيعي يجي لنا البيت. وغالبا دكتور علاج طبيعي بيروح البيت بيبقى من الناس الخريجين الصغيرين لسه ما عندهمش خبره. أيوة. في المجال. ايوه صح. تمام. الجلسه في البيت ما فيهاش نفس الامكانيات اللي هتتعمل. مش هتزيد عن ساعه. تاهيل المريض اللي مصاب جلطه بياخد من 6 ل7 ساعات في اليوم عشان يخرج بدون اعاقه. من 6 ل7 ساعات في اليوم. في اليوم العيان بيقعد عندي في العياده من 6 ل7 ساعات عشان يخرج بعد ما بيخلص جلساته. يعني معلومه، او اللي بياخد علاج طبيعي لمده ساعه وفي البيت دي هو بياخر ساعة في صحته، مش او في اي مكان مش بيقدم فيها خالص خالص. وبيكون فقد المرحله اللي المخ بيقدر يجدد الخلايا فيها. بيكون فقد المرحله دي، تكون عدت منه. ما هو بصي على يعني بيضر نفسه او اللي حواليه اللي جايبينه العلاج الطبيعي ده، هم بيضروه مش بيفيدوه. تمام. بصي يا مريم، المشكله في ايه؟ المشكله انه العيان ده عنده تايم، يا يلحق نفسه فيه ويتعالج صح، يا اما بيكون عدى الوقت وبيبدا بيبقى عمل حاجه. احنا عندنا نوعين من الديسابيليتي او الاعاقه. الديسابيليتي دي ممكن تبقى بيرمننت، تبقى دائمه، وممكن تبقى ديسابيليتي مؤقته. فانا في العيان اللي عنده هيميبليجيا او شلل نصفي عايزه ايه؟ عايزه اخرج باقل اعاقه ممكنه، خسائر احسن، يعني وبدون احسن افاده، اوصله لاحسن افاده وقت ممكن يوصل له. بالظبط. يا اما بدون اعاقه، يا اما باقل اعاقه ممكن اقدر، يعني اقل حاجه اقدر عليها. طب انا احقق ده ازاي عشان ابقى ماشيه صح؟ اولا برنامج تاهيلي قوي.
يتم فيه تقييم دقيق يكون في ضغط على العضلات وعلى الاعصاب، مش حاجات خفيفه. يعني انت حضرتك بتقولي الساعه اللي ممكن اجيب فيها في البيت العلاج الطبيعي العادي، ممكن يكون حد من افراد الاسره يعمل له نفس العلاج ده. انا مش شايفه ان هو يعني معجزه، يعني ده اي حد ممكن يعمله. احنا بنعمل، بصي هو انا هقولك على حاجه، هو بيعمله حاجات بس ما بتبقاش بنفس امكانيات لما يجي مكان متخصص للعلاج الطبيعي، وخصوصا لما يبقى التخصص كمان مخ واعصاب. وساعات برضو دكاتره المخ والاعصاب بيبقى جايب دكتور صغير عنده في العياده فيقوم بعته ليه، تكون فتره النيورال بلاستيسي 6 شهور او الاولانيين او السنه ضاعت مني. على ما العيان بقى يوصل لي يكون بقى خلاص جاي بقى ايه، العضله اللي كانت فيها هنا تصلب بقت متخشبه، والاستجابه بتاعت المخ فوق عندي بقت قليله جدا. فلا يبقى انا يا هاخد العيان، احنا بنعمل تقييم للعيان من اول عينيه، حواجبه، حركات وشه، احساس الوش، لحد البلع. في عيان بيبقوا جايين مش قادرين يبلعوا، بنعالجهم وبيبلعوا. دراسه بقى، ما هو احنا بنتكلم في طب وعلم، ما بالظبط دراسه، وباخد كل حاجه بدقه. بالظبط غير لما انا اروح اعمل له شويه تمارين في البيت طبيعي، عمرها ما هتجيب نتيجه. 7 ساعات علاج طبيعي. يعني هي معلومه، انا عن نفسي معلومه جديده خالص. اكيد برضه في ناس معلومه بالنسبه لها جديده. بالظبط تاهيل مريض. في اجهزه يا دكتور طبعا في اجهزه، بصي في اجهزه من اول ما بنمسك زي ما قلت لك الوش، كل حاجه احنا حتى عضله البلع بنشغلها، حتى عضلات العين بنشغلها، عضلات اللي بترفع الحاجب بنشغلها لو متاثره، لو العصب اتاثر. اوكي. عضلات الوش المسؤوله عن انه يضحك، يشرب، اي حاجه فيها تركيز، اي حاجه فيها مشكله بنشتغل عليها. الايد بيبقى في اجهزه احنا عندنا مشكله بيتعامل بيها. انا بسمع ان في علاج طبيعي بيلون او بيحدد ده اوكيوبيشنال ثيرابي. ما انت عندك، بصي ما هي دي الفكره، ان انت عندك من اول كتفه الكوع فيه مشكله. أوكي. الايد الاطراف نفسها فيها مشكله. دي بنوصل بيه انه العيان يقدر يمسك كوبايه، انه العيان يقدر يكتب، انه العيان يقدر يعمل كوميونيكيشن كويسه مع الناس، انه العيان رجله بتبقى جاي ما بتبقاش مهزوزه او تقيل على الارض، بيبقى الحركه طبيعيه. العيان ده حصل دلوقتي مشكله في رجله، بقى في تصلب زي ما قلنا في ناحيه وضعف في الناحيه الثانيه. فاصبح بيمشي غلط، فده بيغير حاجه اسمها البيزو سبورت بتاعت العيان اللي واقف عليها. فبيبدا الاتزان كمان بيبقى فيه مشكله، فبنعالج الاتزان ده. طب ال7 ساعات يا دكتور لاي مريض عنده يعني فيما بعد الجلطه، يعني اي مريض عنده اعراض الجلطه، ولا بيبقى مثلا على حسب الحاله انا بحدد الوقت؟ بصي هو طبعا 100% على حسب الحاله، بس معظم حالات الجلطه عشان استغل النيوروبلاستيسي انا عايزه في اول 6 شهور دول اوصل بالعيان لاحسن حاجه. قلنا اب تو لحد سنه، عيان جه بقاله 4 شهور عنده، يعني اما باخد الهيستوري بتاع العيان الاقيه بقاله 4 شهور اخده، الاقيه بقاله 6 شهور اخده، الاقيه بقاله شهر يكون احسن واحسن. طبعا كل ما العيان جاي لي بدري الحاله تبقى جديده وحضرتك تقدري تشتغلي عليها طبعًا. كويس طبعا. وكل ما العيان احنا دلوقتي بنناشد الناس، اول ما حد في الاسره يصاب بجلطه هاتوا يعمل علاج طبيعي فورا على طول فورا. وعلاج طبيعي صح، لان هو بصي هو خلاص خد المذيبات بتاعت الجلطه، او لو جات له، لو كان نزيف في المخ خلاص دخل العمليه، الحاله عدت، يعني حاله الخطر او وقت الخطر عدى، هو مش فاضل لك نعالج اللي بعده، انت مش فاضل لك غير العلاج الطبيعي. اوكي. ويتعمل صح يا اما فقط الوقت اللي انت ممكن تخف فيه عشان او لو هيوصل لدرجه 90 او 100% ان هو يكون كويس، او نقول 90%، حتى لو 99% هو كده بيقلل من النسبه دي. يعني كل ما اتاخر كل ما هتقلل من النسبه دي، كل ما اتاخرت كل ما قللت لي من نسبه، يعني ان انت توصل لان انت تبقى ويزاوت ديسابيلتي بدون اعاقه. أوكي. او باقل اعاقه او اعاقه خفيفه. كل ما انت بتتاخر كل ما انت ايه، احنا ساعات عيان الجلطه لو مش دكتور بعد لما بيبدا بدري، لو مش دكتور ما يعرفش ان العيان ده كان عنده جلطه. يعني لو حد عادي ومش فاهم، اوكي مش فاهم، هو مش ما يعرفش. يعني بما معنى ان احنا ممكن المريض يوصل لحاله طبيعيه جدا اكنه قبل موضوع الجلطه. يعني مش حد دكتور متخصص كمان مخ واعصاب او علاج طبيعي مخ واعصاب، ممكن ما ياخدش باله ان العيان ده كان عنده مشكله. بس دي يعني دي نتيجه كويسه، ان انا برجع يعني اعضاء من الجسم حياة. ممكن تكون لا انت عارفه ان ارجع حياه بمعنى اصح. العيان اللي عنده شلل نصفي ده كانوا زمان بيقولوا اتشل خلاص وقعد في البيت، صح، انت بترجعيه نورمال او
نير نورمال عشان نبقى اكتر مصداقيه مع العيان. انت بترجع نورمال او شبه طبيعي، وده اللي بيدي امل شويه. انا شايفه ان العلاج الطبيعي بيدي امل لمريض الجلطه او السكته الدماغيه، بيديله امل في الحياه، لان لو ما كانش في العلاج الطبيعي ده هو هيفضل طول عمره بالشرر اللي الناس فيه ده. او اذا كانت اي اعاقه في الوش او تنميله عامه بيفضل قاعد بيها. بالظبط. يعني لازم يكون يا دكتور مريض جلطه او سكته دماغيه، ولا ممكن يكون اي مرض تاني نتج عنه شلل نصفي او اي حاجه تانية برضو؟ صح. بنتعالج نفس العلاج؟ نفس العلاج. احنا بصي أي احنا ممكن يكون سبب الشلل النصفي ده، احنا اتكلمنا النهارده عن الجلطه، بس ايا كان سبب الشلل النصفي ده نتيجه الحادثه، نتيجه ما ده بقى اللي احنا عايزين نركز فيه، حادثه في المخ، نتيجه الورم كان على المخ، نتيجه لاي حاجه. كل ما العيان يبدا بدري، كل ما البلاستيستي اللي هي مقدرة المخ على تجديد الخلايا والشرح اللي احنا شرحناه، وان هو يعمل نيرف سبراوتنج، ان الخلايا العصبية يعني تتفرع، يرجع تاني، نرجع تاني ان احنا العلاج اساس العلاج في كل ما تبدأ بدري من 6 شهور لسنة، يعني انت من اول يوم بعد الجلطة لحد سنة عملت علاج طبيعي في الوقت ده. حلو قوي. كل ما انت احنا شو نقول من اول يوم بنناشد الناس من اول يوم لحد ما بقالك سنة عندك جلطة، الحق نفسك واعمل علاج طبيعي، واعمل علاج طبيعي صح. ريهابليتيشن برنامج، اولا تقييم دقيق لحركة المفصل الكتف، لحركة الكوع. الكتف من الحاجات اللي وارد بيحصل فيها حاجة اسمها فروزن شولدر او اديزيف كابسولايتس، الكبسول بتاع الكتف بيبدأ يلزق. عشان كده المريض بيحس بتقل اول ما بيبتدي يحس بالاعراض. لانه الجلطه بتمر بمراحل، مريض الجلطه او اللي عنده شلل نصفي بيمر بمراحل. مرحله اسمها الفلاسيد ستيج، دي المفروض بنصح اهل العيان، ما حدش لو سمحت يا جماعه ما حدش يشد العيان من كتفه، لانه ممكن الكتف يتخلع. معقوله يعني للدرجه دي ان ممكن الكتف يتخلع ويحصل كل مرحله ليها علاج. كل مرحله بصي هم مراحل، العيان اول مرحله الفلاسيد العضلات مرتخيه، وبعد كده بيبدا يدخل في السبستيستي اللي هي العضلات فيها تصلب، والسبستيستي دي بتاخد معانا احنا مراحل واختبارات في شلل وتقل وحاجات كتيره قوي. بالظبط. وبندخل بقى في مراحل، من مراحل اللي بنسميها الريكفري ستيجز، يبدا يدخل في تصلب، وبعد كده التصلب يبدا يقل، وبعد كده العضلات تبدا تشتغل، وبعد كده العيان يقدر يقف، وبعد كده نبدا نشتغل على عضلات الجزع مش عضلات وبعدين وقوف العيان. انت لو وقفتي العيان اللي عنده شلل نصفي على طول اوكي غلط. اها. وده معظم برضو الناس اللي بيجوا ده الغلط اللي احنا بنوصل له مع العلاج الطبيعي الغلط، او اللي لسه حديث التخرج. بالظبط. مش شرط، احنا مش عايزين يعني نظلم او حد ما عندوش اكسبيرينس. لحد يكون مش متخصص في علاج. احنا الفكره ان احنا عايزين يعني ايه، زي يعني ايه يبقى في تخصص، انه العلاج الطبيعي للامراض يعني ده مخ واعصاب، يبقى لازم تروح لحد فاهم هيعالجك ازاي. كمان هو المرض ازاي مش سهل، انا شايفه ان هو يعني معقد حاجة جدا، مش يعني مش سهل ان حد يجيله سكته دماغيه او جلطه دماغيه، فمعنى كده اللي هي ليه لازم نركز فيه اكتر او نكون دقيقين شويه مع نفسينا. سبع ساعات عايزين نركز على النقطه دي. زي ما انا قلت ان هي معلومه جديده، 7 ساعات دول بنفضل ماشيين عليهم قد ايه؟ ما هو بصي بقى، لو العيان جه بعد الجلطة مباشرة، أنا عايزة أقولك ممكن العيان بعد 2 أو 3 شهور أصلا يكون خلص وبقى طبيعي. معقول؟ شهرين لو بدأ على طول ويرجع كما كان بيمشي عادي وكل حاجة عادية. وده برضو متوقف إنه بدأ بدري في فترة النيوروبلاستيسي اللي احنا شرحناها، أو يكون حجم الجلطة صغير أو كبير. الفاكتورز بقى بتتجمع، تخيلي عيان حجم الجلطة معقول أو صغير، وبدأ علاج طبيعي صح، وبدا تاهيل بدري. بس متخيله العيان ده هيمشي اصلا ما عندوش حاجه، مش هيكون عنده ظاهر حاجه. ما تقولي ايه بقى يا دكتور للناس اللي هي فاكره لغايه دلوقتي او ما عندهاش معلومه ان العلاج الطبيعي ممكن يرجع البني ادم كما كان، يعني بيستسلم، انا حصل لي جلطه او سكته، حصل لي شلل، انا قاعد في بيتي خلاص. يجيب حد في ناس البيت فعلا ما عندهاش المعلومه دي. شويه تمرين، انت عايز برنامج تاهيلي 7 ساعات. احنا ساعات بنحقن الكتف عن طريق حاجه اسمها التأيل. ممكن تتحكي عليا ده، في ناس بتجيب مجبرات يعني.
ايه رايك ويفضل بقى عارفه انتي. طب تقول ايه للناس دي؟ ضيع حياتها تمام. هتجيبيني انا جلطه شفتي بقى؟ اصل انا شفتها يعني عايزه اقول لك ان انا قلت ايه اللي بيحصل ده. لو انسان كان عنده يعني جلطه نص المخ، تخيلي بقى مدى عدم وصول المعلومه للمشاهد او للناس وصل لغايه فين؟ لا ده انا بقولك، انا اذا كان انا بقولك انت بتقوليه مجبراتي، اذا كان انا بتضايق من الناس اللي بتعمل علاج طبيعي غلط في البيت، تعمل علاج طبيعي نص ساعه بقى او ربع ساعه في البيت او ساعه وهو عنده جلطه، انت مرحله وجايلي بعد ما اصل بقالي سنه ونص بعمل علاج طبيعي في البيت. نعم بقالك سنه ونص ما فكرتش تنزل. طب انت ماشي هنشيله ونحطه ازاي؟ نفترض انت لا مفيش حاجه اسمها هنشيله ونحطه ازاي؟ ده انت شهرين متعب. نفترض انت ماشي مع حد فعلا في البيت وشهر عدى وما حسيتش بتحسن التاني، طب انت ايه اللي مقعدك سنه؟ يعني اللي قعدك سنة وسنتين وجايين وبتضحي بحياتك وبتضحي لان تكون انسان طبيعي تمشي عادي وتتحرك عادي. بالظبط عشان ما تشيلوهوش مشوار، مش ده مشوار وهترتاحي بعد كده العمر كله. يعني المرافق بتاع العيان او اهل العيان يتعبوا معاه شهر ولا يفضلوا في مشكله معاه مدى الحياه؟ ما انت خلاص انت بتتحولي لحاجه اسمها بيرمننت ديسابيلتي، اعاقه كامله. وخصوصا ان هم مش هيحسوا بالتعب ده على طول، لان هو انت كل جلسه هتحس بتحسن، يعني هيكون الاحسن. يعني لو ما كانش بيمشي خالص هيبتدي ممكن يتسند، هيبتدي بعد كده يمشي. احنا مثلا مش هيتعبوا كتير يعني. احنا بيبدا من جزعه مش من رجله. اوكي ليه؟ لان انت هو ما بيجي يقف زي ما قلت لك البيزف سبورت نفسها اللي هي المكان اللي واقف عليه غير ايه خط الاتزان بتاعه اتغير، يعني ما بقاش بيمشي طبيعي. ولازم تبداي من الترانك. يعني احنا لازم قبل ما نوقف العيان بنعمل حاجه اسمها سيت تو ستاند تريننج. مش عارفه بقى تريننج على كل حاجه ده ما ينفعش اوقف المريض على سيت تو ستاند، يعني من الجلوس للقيام ده تمرين لوحده. فاهماني؟ انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه على المعلومات المهمه واللي انا شايفه يا رب الناس كلها اللي محتاجه فعلا علاج طبيعي، حتى لو كان ناتج عن حادثه، ناتج عن اي مرض تاني، مش لازم الجلطه او السكته الدماغيه، ان هي تستفيد من حضرتك كتير. بشكرك ونورتينا، واحنا دايما يعني بنتمنى حضرتك تكوني موجوده معانا عشان يعني قدر كافي من الناس ياخد معلومات اكتر ويعرفوا ايه فايده العلاج الطبيعي بس الصح اللي هو 7 ساعات مش الساعه. بشكرك مره ثانيه. نشكر مع بعض استاذ دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وجراحات وبالجسر العيني جامعه القاهره. بشكركم وخليكم معانا، فاصل وهنرجع تاني.